أشرعت الأسفار تنادي ما بين بحار وبوادي، يسمعها رحال دروب يرقبها في عمق الوادي، روعتها باقية دوما لتداعب أوتار فؤادي، ماضية بالخير بلادي سابقة غايات مرادي، ماضية بالخير بلادي سابقة غايات مرادي. خلال عدد من الرحلات إلى منطقة شرق آسيا، تم رصد مناطق الجذب السياحي التاريخية والبيئية في مناطق الآثار القديمة والمحميات الطبيعية وغيرها من مظاهر التنوع البيولوجي. سريلانكا واحدة من أهم 25 نقطة هامة للتنوع البيولوجي في العالم، والتي اشتهرت بغاباتها وأشجارها وأنهارها وشلالاتها. في مناطق المرتفعات تمتد الطرق بين غابات استوائية كثيفة ومحميات طبيعية على مساحات شاسعة، تمثل مكاناً آمناً للعديد من الحيوانات التي كثيراً ما تصادفها على الطرق والغابات. أحد أهم ملامح هذا التنوع تلك الأنهار المنسابة بين ربعها بعد أن تغادر مساقطها الرائعة في أكثر من 51 شلالا طبيعيا أقلها ارتفاعا تتجاوز 10 أمتار، بينما يصل ارتفاع شلال بامبار أكاندا فولز إلى 263 مترا. المساقط المائية التي تنشأ عن الأمطار الغزيرة في مناطق المرتفعات تتجمع وتشكل بداية رحلة من رحلات عدد كبير من الأنهار، ويعد أطولها نهر مهاويلي الذي يجري لمسافة 335 كيلومترا بين ربوع سريلانكا.
التنوع البيولوجي الذي جعل من سريلانكا واحدة من النقاط الهامة في العالم هو ما دفع المستعمرين سابقاً لإنشاء الحدائق النباتية التي تحتوي على الأشجار القديمة وأنواع الزهور النادرة. بيت الزهور في حديقة بيرادينيا بمدينة كاندي السريلانكية يكشف على مجموعة من الزهور النادرة، وهو ليس بالمكان الوحيد في هذا المجال، فهناك العديد من الحدائق التي تخصصت فقط للزهور. من سريلانكا إلى الشرق، ماليزيا، واحدة من النمور الآسيوية. تحولت أراضي وغابات ماليزيا إلى مصادر هامة للدخل الزراعي، إضافة إلى ما شكلته ثورة هذا البلد على حالة التردي لتتحول إلى واحدة من أهم المقاصد السياحية في شرق آسيا. كل العلامات تشير إلى وضع اقتصادي متنام يرتقي ليتصدر اقتصاديات العالم المتقدمة.
في كل ملمح تأتي البيئة والحفاظ عليها شريكا في المظهر العام المتقدم للحياة. إلى الغرب وفي المحيط الهندي، حيث تقع جزر المالديف التي اشتهرت بشواطئها ومنتجعاتها. التاريخ الإسلامي ترك للمالديف آثارا تاريخية شديدة التميز. مسجد جزيرة ديفوشي هو نموذج من هذه المساجد القريبة الشكل من الطراز القديم. بعد بناء مسجد القرية على مساحة أكبر، تحول هذا المسجد إلى مصلى للنساء. في شوارع العاصمة يمكنك الوصول إلى واحد من أهم ملامح العمارة الإسلامية في المالديف، مسجد العيد. في وسط العاصمة مالي بناه السلطان محمد معين الدين اسكندر في عام 1815 للميلاد، ليكون مسجدا جامعا وتحفة معمارية أخرى تشهد على تاريخ العمارة الدينية في المالديف وقدرة وبراعة الفنان على التشكيل الزخرفي على أحجار المرجان البحري. سمي المسجد بمسجد العيد نسبة لارتباطه بإقامة شعائر صلاة العيد التي ارتبطت بعدة تقاليد. مسجد العيد، المسجد الذي بناه السلطان محمد معين الدين اسكندر في العام 1815 ميلادية تقريبا، كان هذا المسجد في ذاك الوقت هو المسجد الجامع، وفي نفس الوقت هو مسجد العيد الذي يصلي فيه المسلمون صلاة الجمعة وصلاة العيد. المسجد يحاط بأروقة مكشوفة من الخارج وأخرى مغطاة من الداخل. تحتوي ساحته الخارجية على البئر وأماكن الوضوء. يستطيع المارة مشاهدة البئر الذي ما زال يعمل كدوره منذ بناء المسجد باستخدام ذلك الوعاء لجلب الماء واستخدامه في الوضوء.
يرتفع البناء عن سطح الأرض حوالي 160 سنتيمتراً بالقواعد الصخرية المرجانية المشغولة بالزخارف الهندسية والنباتية المنحوتة على قطع الصخور المرجانية الكبيرة والتي تتضح الفواصل بينها، وقد بنيت بأسلوب التعشيق دون استخدام مواد اللصق المعمارية. وحدات الزخرفة على الصخور المرجانية جاءت في الجدران الصخرية المقسمة في متوازيات زخرفية أفقية من وحدات ورقية مجردة ومتجاورة ووحدات أخرى معقدة ومركبة ووحدات هندسية بسيطة في مصفوفات. بعض الوحدات من الأفاريز الخطية ثمانية الشكل تحمل اسم السلطان على الجدران الداخلية على جانبي المدخل الذي تم نحتها ضمن مجموعة من الأفاريز الزخرفية والخطية. أبواب المسجد الخشبية زينت بزخارف نباتية متشابكة ومعقدة منحوتة في الأخشاب. شكلت المستطيلات الجانبية لوحات من النحت على الأخشاب للعناصر النباتية من أشجار ونباتات ولوحات أخرى خطية كتب على إحداها اسم السلطان محمد معين الدين اسكندر. منظومة الأسقف الخشبية والجدران تشكلت من تركيبات هندسية دقيقة تجمع بين التجريد والتركيب الهندسي المعتمد على عناصر هندسية بعينها من المربعات والمتوازيات والشكل الدائري والاسطواني. الأعمدة المكونة من قاعدة مربعة ترتفع عن الأرض لتنتهي بوحدة زخرفية اسطوانية يعلوها تاج العمود الذي ترتكز عليه العوارض والكاميرات الخشبية التي تحمل السقف الخشبي. تعلو الكاميرات وحدات من القواعد الخشبية الزخرفية ترفع السقف المشغول والمقسم إلى مستطيلات كبيرة يتوسطها نسيج هندسي من المربعات المشغولة بوحدات دائرية شبه كروية. منظومة الزخرفة من الوحدات الهندسية تنتمي إلى وحدات الأرابيسك المعروفة في الفن الإسلامي والتي ظهرت جلية في النوافذ. رسمت القواعد الخشبية العلوية بزخارف ورقية بألوان ثلاثة
تضم الأحمر والأسود، وشغل الأصفر المائل للبرتقالي الفراغ الزخرفي. المنبر البسيط المكون من درجات سلم تقليدية في مواجهة الأبواب يتعامد عليها، بينما تميل زاوية القبلة قليلا عن زوايا المربع. المفتاح المعلق المنحوت على البوابات الوهمية في كل بناء رمز، فسره البعض على أنه مفتاح الحكمة إلى بوابات النعيم. This N key lock, N take of out and all the piece taken. هذا الرمز جاء على جدران المساجد في إشارة إلى العبادة والصلاة، بل وتضيف معاني التدبر والتأمل في عبادة الله سبحانه وتعالى. وضع مفهوم للحكمة المشار إليها يدعو للبحث والتعلم والفهم والتدبر فيما أنزل الله تعالى في كتابه، وما جاء من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للوصول للحكمة ومفاتيح أبواب النعيم. أشرعة الأسفار تنادي ما بين بحار وبوادي، يسمعها رحال دروب يرقبها في عمق الوادي، روعتها باقية دوما لتداعب أوتار فؤادي، ماضية بالخير بلادي، سابقة غايات مرادي، ماضية بالخير بلادي، سابقة غايات.